ننتقل معناها يا اخوتي واخواتي الى الحديث عن بعض النقاط السريعه في قضيه شهر رمضان حتى نفتح الباب لحضراتكم لاسئلتكم ومناقشاتكم وتعقيباتكم ومداخلاتكم ان شاء الله. شهر رمضان كما قلنا شهر القران شهر الايمان. سالني احد الناس فقال لي ان دخول العشاء سيكون في وقت متاخر. سالني اهل منطقه ميرلند وواشنطن قالوا العشاء قلنا صلي التاسعة والنصف، ولو اننا قرانا الجزء وعملنا خاطر كان معتاد مش نخلص الا 11:30. تاني يوم ناس عندهم عمل، فماذا نفعل؟ نفسنا نسمع القران ونفسنا ما نفتنش الناس، فكيف نجمع بين هذين الامرين المتعارضين؟ فنقول اولا ايها الاحبه يعني ثبت حلول. الحل الاول ان تختزل الخاطره. الخاطره مش ضروري تبقى الخاطره نصف ساعه، 10 دقائق وقت مقيد حازم ما يتجاوزه دقيقه واحده. القراءه ربما تكون حاضرا، لا يشترط ان تكون ترتيلا، فقد يسرع القارئ في قراءته قليلا، والقراءه قد تكون ترتيلا وقد تكون حاضرا. رقم ثلاثه، ربما ندخل صلاه المغرب وصلاه العشاء وصلاه الفجر في منظومه التلاوه. سمين عايزين يسمعوا القران في شهر رمضان، يبقى نستوعب معنى المغرب والعشاء والفجر. فما شاء الله ثلاثه، اثنين في المغرب واثنين في العشاء واثنين في الصبح، اي 6 ركعات. فما يكون فيه من القراءه انما يكتسب من مجموع ما يقرا في هذا الشهر. فاعلم اننا يعني بهذه التراتيب نستطيع ان نستوعب قراءه القران وان نستوعب المحافظه على وقت الناس، حيث انصرف الناس بحد اقصى في تمام 10:30 11:15 بالقدر الذي يتمكنون فيه من التقلب في معايشهم ومن استقبال يومهم التالي من غير ان نكون يعني قد يعني اثرنا في برامجهم كثيرا يفتن بعضهم. ودائما الضعيف امير الركب، نحن نمشي على سير اضعافنا، الضعيف امير الركب، نحن نتخذ كل هذه التدابير، والا قد يكون قائل يا اخي انا اصلي واللي عارف وعامله مش عارف يمشي، ياخذ 4 ركعات ويمشي، ياخذ 6 ركعات ويمشي. لا، نحن نمشي على سير اضعافنا، الضعيف امير الركب، ونبقى نصلي جميعا بقلوب متالفه وارواح متعلقه ونفوس صافيه باذن الله تعالى. مما نذكر ايضا في هذا المقام ايها الاحبه، لقد ذكرنا لحضراتكم ان شهر رمضان انما هو شهر الايمان. فما هي العلاقه بين الايمان والقران؟ ما هي العلاقه بين الايمان وصيام رمضان؟ تعلمون ان الايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه، ليزداد إيمانا مع إيمانك، أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. لكن قضية الإيمان تحتاج إلى وقف أيها الأحبة، نتعلم فيها درسا مهما ننتفع به بين يدي رمضان بإذن الله. الإيمان له أصل وجذر لا يثبت عقد الإسلام إلا باستيفائه. الإيمان له كمال واجب، الإيمان له كمالات مستحبات. وبعدين كم مرتبة الإيمان؟ كم؟ ها؟ كم سيدنا؟ 4. لا 3 بس. عندنا أصل الإيمان الإيمان المجمل لا يثبت عقل الإسلام إلا باستيفائه. عندما ارتبط بعديها الإيمان الواجب المتمثل في فعل الواجبات وترك المحرمات الذي ينجي أصحابه من أن يكونوا من أهل الوعيد، ده بعد هذا الإيمان الكامل بالمستحبات.
الذي يتفاوت أصحابه في درجاتهم وفي منازلهم عند الله عز وجل. عندما تفهم ترتيب المسألة على هذا النحو هتحل عقد كثيرة في فهم قضية الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني كافر. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، سارق كافر. لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، شرب الخمر كافر. هل عاملت الشريعة الزمان والسراق والسفارة معاملة المرتدين؟ أما أنها قررت للزنا عقوبة وللسرقة عقوبة وللسكر عقوبة تختلف عن عقوبة الردة. عقوبة الردة من بدل دينه فاقتلوه. عقوبة الزنا الزانية والزاني في الدين كل واحد منهما 100 جلدة. السراق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ففاوتت بين أنواع العقوبات لكي تدل على تفاوت أنواع المعاصي. فالردة إنما هي أعظم الذنوب والآثام وعقوبتها أغلظ العقوبة على الإطلاق. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فقيل ثم أي؟ فقال أن تقتل ولدك مخافة أن يطمع معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. أنزل الله تعالى تصديقا لذلك قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. طب إذا ما هو الإيمان المنفي هنا؟ هو في إيمان منفي. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان كالصلة فوق رأسه فإن تاب عاد إليه. ما هو الإيمان الذي يخرج من العبد لحظة ارتكابه الزنا؟ ما هو الإيمان الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الزنا وعن السراق وعن السفارة؟ إنه ليس الإيمان المجمل، إنما هو الإيمان الواجب. المرتبة الوسطى هذه هذه المنفية. ومن الأمثلة اللطيفة التي تقرب المعنى وتجعله قريب تناول علمك الفرق بين الأعمى وبين البصير الذي يغمض عينه بسبب عارض. إن البصير لحظة إغماضه لعينه إنه لا يرى، شأنه شأن الأعمى في هذه اللحظة. أليس كذلك؟ يعني أغمض عينك هذه الدقيقة سيدي نفسك أنك والأعمى سواء في هذه اللحظة فهو لا يرى وأنت في هذه اللحظة لا ترى. لكن في فرق ولا في فرق؟ الفرق أن الأعمى قد فقد أصل الحاسة، أما أنت لا يزال أصل الحاسة موجودا لكن بسبب هذا العارض أنك أغمضت عينيك لعارض فأصبحت تشبهه في هذه اللحظات مع بقاء أصل الحاسة عندك. الفرق بين المرتد وبين صاحب الكبيرة الذي خرج منه الإيمان الواجب لكن لا يزال جذر الإيمان وأصله موجودا عندك. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان كالظلة فوق رأسه. إنما هو الإيمان الواجب وليس الإيمان المجمل وليس أصل الإيمان وليس جذره.